الطبيعي ما نعملها. تز يعني باب ديما نقولوا رجوع للنجم الساحلي ديما محلول بالنسبه لي، فهمتي هذا كنت تقول لي فيه. ايوه يعني كيما الله يرحمه بابا ديما يقول بخلاف ليتوال في تونس ما ترجع تكور حتى كيب اخرى، و ليتوال تبقى دارنا بابا اكثر، الناس الكل يعرفوه. اي الناس الكل يحترموه ولعب في ليتوال وعطى ليتوال من اللي هو صغير، وناس الكل يعرفوا هذا الكل. معناها ما نجمش اني اليوم نجي ونطيح اللي عملوا بابا الكل في الماء ونمشي مثلا نلعب في نحترم لي كيبات الاخرين الكل. ما نجمش واحد ينكر العشره اللي عملت عملته ليتوال ان شاء الله. معناها انت توا اليوم قاعد قدامك معناها بفضل ليتوال، بفضل ليكيب ناسيونال، بفضل ليتوال والمدرسه ليتوال الكبيره، فهمت؟ أنا ما يجيش اليوم يعني تلقاني لابس مريول مثلا ترجي الكلوب سي اس اس ما نجمش. لانه برشا ربطوا الفتره هذه خروجك البطوله سامحني بين قوسين مغموره. اي انه انت باش تصير كيما صار مع برشا من لعبيه باش ترجع ترى الترجي التونسي وربطوا. يعني انت جاوبنا دو على السؤال هذا. لا 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 يعني ما قلتش باش نرجع ترجي وما جبتش حتى اسماء. لا يعني الكلام اللي كان يعني ربطوا خروجك من النجم الذي ساكن. فما كلامات يقولوا خرج باش يعدي بريود فاسون اسهل باش يرجع للكيب التونسيه اخرى كل شيء. ما لا فما حد شيء صحيح و ليتوال ما نجمش نبدلها الحقيقه والله. تبقى ديما على الباب محلول، فما باب محلول بركه في تونس هو باب النجم الرياضي الساحلي. باهي انت جاوبنا يعني على كل شيء، دونك وضحت لنا الامور الكل. وضحت لك الامور الكل، فما حد شيء الكلامات برشا ماك تعرفوا والفعل.